الفيديو ده خاص بشاشات الاندرويد في حاله ان انا عايز اشغل اندرويد دوت على الشاشه. ففي الحاله دي مثلا هضطر ان انا استعمل ابلكيشن اسمه هيد يونت ريلودد، تمام؟ فالابلكيشن ده هتلاقيه متوفر تحت الفيديو في لينك خاص بيه، تمام؟ كل اللي عليك انت تنزله على فلاشه، تعمله داونلود طبعا على ديسكتوب، وبعدين تحطه على فلاشه، بعدين تركبه في مدخل يو اس بي بتاع الشاشه، فلاشه عاديه زي دي طبعا، وتركبه في مدخل يو اس بي. وبعد كده تفتح، طبعا الفلاشه ظهرت معايا فوق، هفتح اي بي كي انستولر، او اخش له عن طريق الفايل مانجر بتاع الملفات اللي على الشاشه. لو ضغطت هنا كده هتلاقي الاسم البرنامج ظهر معاك، تك عليه، افتح تثبيت من مصادر خارجيه unknown resources وانستول. هياخد معاك لحظات طبعا ويتثبت، تمام؟ هتعمل له اوبن، هتبتدي تديله الصلاحيات بتاعته جوه الشاشه، كل ده معروف، تمام؟ بس دن، تمام كده يشتغل معاك عن طريق كابل اليو اس بي. بس في الفيديو ده احنا المفروض نتعلم ازاي تشغل بدون كابل يو اس بي. هتعمل له الاو في حاله ان انا دخلت بقى على الابلكيشن دي، الايقونه بتاعته، دخلت على الابلكيشن ووصلت على التليفون كده كده تليفونات السامسونج بتنزل بتطبيق اندرويد اوتو مثبت مسبق في السيستم، وهتلاقي برضو لينك لبرنامج اندرويد اوتو تحت الفيديو في حاله انت ما لقيتوش على البلاي ستور وما لقيتوش عندك على السيستم بتاع التليفون. تليفون عادي زي ده كده هتوصل عن طريق مدخل يو اس بي، هيبتدي يقول لك تصريح، تمام اوكي. كده يشتغل معاك اندرويد اوتو، بس طبعا عن طريق الكابل. في حالة ان انت عايز تشغله من غير كابل هتضطر تعمل حاجة تانية. هنبتدي طبعا نخرج، فصلنا التليفون، هتبحث في السيرش بتاع التليفون اندرويد اوتو، تمام؟ خش على السيرش بتاع التليفون، اعمل سيرش عن اندرويد اوتو، هيظهر معاك الابليكيشن المثبت مسبق على التليفون، تمام؟ كل عليك انت تفتح له الديفلوبر اوبشن بتاعته وتخليه يشتغل زي سيرفر او يشتغل عن طريق الهوت سبوت. هتخش على الفيرجن بتاعه، تكه مستمره، هيقول لك كده خلاص فتح الديفلوبر بتاعه، تك على الثلاث نقط اللي فوق في الابلكيشن، هيديك هنا ديفلوبر سيتنج، افتحها. كل اللي عليك ان انت تعلم على unknown sources وتعمل باك، وبعدين تضغط على الثلاث نقط تاني، تعمل ستارت هيد يونت سيرفر، تمام كده المفروض يشتغل معاك بدون كابلات. طبعا الكابل هنا احنا لغيناه خلاص. بالنسبه للشاشه هترجع تاني تخش على الابلكيشن وهتفتح من على التليفون عندك هوت سبوت، كونكتد على الشبكه بتاعه التليفون، بعدين ترجع تاني تضغط كلمه واي فاي، تلقائي المفروض التليفون يشتغل معاك كده، مفيش ادنى مشكله في التوصيل لاسلكي بدون كابلات بدون اي حاجه عن طريق شبكه هوت سبوت من التليفون للكاسيت. بس طبعا هتديله الصلاحيات بتاعته، ان انت لازم تكون فاتح الموقع عشان يشغل لك المابس، يعني لو فتحت اللوكيشن على الموبايل من فوق من هنا يشغل لي المابس على الايه، على الكاسيت، المابس اللي انا بستعملها يوميا، تمام. بس